معايا على التليفون كابتن سيد متولي، واللي كان حاضر الموضوع بالكامل عقب انتهاء مباراه وادي دجله وسموحه. كابتن سيد متولي المدير الاداري لوادي دجله، بس هطلب منه قبل ما يدخل على الهواء، هو صديق عزيز، بس نبقى يواش يواش كده عشان الدنيا ما تبقاش سخنه قوي. يا كابتن سيد مساء الفل. مساء الفل اخبارك حبيبي وصديقي العاقل المحترم المتالق دايما. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. دايما كده من تقدم لتقدم يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب يا كابتن سيد. ربنا يخليك. طبعا انا سمعت المداخله بتاعت كابتن مؤمن سليمان، ويعني اسمح لي اخد بس كده من الاخر ونرجع للاول. اتفضل. هو طبعا كابتن مؤمن اتكلم وقال ان كابتن ميدو كان بينتقده وهو مدير فني الزمالك، يعني اعتقد ان هو جانبه الصواب في هذا التصريح، لان كابتن ميدو كان دايما بيداشر الزمالك ان هي تسانده. ويمكن لما كابتن ميدو كان انتقد كابتن مؤمن انتقدوه زي ما كل الزملكاويه انتقدوه في ان خلصت كاسه في المغرب ونسائي افريقيا حصل كل الناس اللي حملت يعني. كابتن سيد الصوت بيقطع، بس خلينا يمين شويه شمال شويه. اتفضل. طيب كده كويس. زي الفل. اتفضل. طيب بقول تاني يعني. هو كابتن مؤمن بيقول ان كابتن ميدو كان بينتقده هو مدير فني الزمالك. الحقيقه الكلام ده طبعا ملوش اي اساس من الصحه، دي حاجه اعتقد نفسيه جوه كابتن مؤمن، لان هو كابتن ميدو كان دايما بيطالب اداره الزمالك ان هي تدي مساحه وتساند كابتن مؤمن. لكن هو يمكن كابتن ميدو لما انتقده، انتقدوا في المباراة اللي الزمالك خسر فيها 5 في المغرب، انتقدوا لما الزمالك خسر في نهائي افريقيا 3 هناك بالشكل اللي هو كان بيلعب بيه، كراجل محلل فني في القناة اللي واخدة حق المباريات دي، مش بينتقدوا ان هو مثلا يعني لحاجة شخصية. كابتن مؤمن، كابتن ميدو اصغر من حضرتك ب10 سنين، كابتن ميدو اصغر مدرب في تاريخ مصر مسك مدير فني نادي الزمالك وخد كاس مصر. انت حضرتك جيت كاس مصر لعبت ماتشين؟ لا، هو لعب كاس مصر من اوله لاخره وخد بطوله. فيعني هو النهارده مش مثلا عنده امل او عبده مشتاق ان هو عايز يبقى مدير فني نادي الزمالك، لا هو كان مدير فني. خلينا نتكلم في صلب الموضوع اذا اذنت. الازمه اللي حصلت ما أنا هرد في اللقاء. معلش يا ابراهيم، هو في كلام الكابتن مؤمن قاله على الكابتن ميدو، فزي ما المشاهد سمعه هو بيقول لي ان يعني هو عايز يصدر ان يعني ان 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 كابتن ميدو يعني مثلا بيبص لك كمدير فني كابتن مؤمن. لا، كابتن ميدو مدير فني الزمالك ومدير فني الاسماعيلي ومدير فني وادي دجله، يعني برضه وهو مدير فني قبل حضرتك الدوري الممتاز. دي الجزئيه الاولانيه. تمام. الجزئيه الثانيه، اللاعب حسام حسن اللي حضرتك يا كابتن مؤمن طالع وبتدافع عنه بتقول انه ما قالش، حضرتك هذا اللاعب حضرتك اطلع قول للاعلام وخلي حضرتك كده صريح، اللاعب ده انت استبعدته من معسكر المباراه اللي فاتت وغرمته 50,000 جنيه لسلوك عامل ازاي مع حضرتك شخصيا. تمام. فهذا اللاعب اثناء خروجه يا استاذ ابراهيم حصل منه تجاوز بناء على كلمه صدرت من احد الحضور في المقصوره بالحرف الواحد كده بيقول انتوا فلتوا. رد عليه اللاعب بألفاظ، طبعا هو كان بيتكلم وكان كابتن مؤمن لسه موجود في الملعب، رد بألفاظ تخص نادي وادي دجله بألفاظ غير محترمه بالمره. طبعا كابتن ميدو كان في المدرجات، وعلى لما نزل من المدرجات وبدا ان هو يروح ويخش على المنطقه اللي ما بين غرف الملابس، الطبيعي ان كابتن مؤمن مفروض ان هو يوجه اللوم للاعيبته. تمام. مش يوجه اللوم للعيب اللي تجاوز، مش النهارده يخش هو والمساعد معاه ان هم يخشوا في نقاش حاد مع كابتن احمد حسام ميدو علشان خاطر ان هو كرد فعل على السلوك اللي صدر من اللاعب. ودي مش اول مره على فكرة برضه يا أستاذ إبراهيم، لازم أوضح لك إن قبل كده برضه الجهاز الفني والإداري لما كان كابتن ميمي عبد الرازق ماسك سموحة، كابتن ميدو كان ماسك الزمالك، حصل برضه تجاوز قبل كده وما كانش فيه سيطرة لا من الجهاز الفني ولا من الجهاز الإداري. لا، أنا بتكلم على كابتن مؤمن دلوقتي، أنا خليني بتكلم على كابتن يعني مؤمن دلوقتي. أنا بحكي لك إن دي وضع يعني واقعة متكررة. تمام. لكن
عيب ان 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 كابتن مؤمن يطلع يقول ان كابتن ميدو كاذب، عيب ما يصحش. ان انت بتقول الكلام وعكسه، بتقول احنا اولاد نادي الزمالك واحنا ابناء نادي الزمالك، وترجع تقول تغلط في الراجل وتتهمه بشيء هو مش موجود. دي نقطه. النقطه الثانيه، النهارده حضرتك بتقول الكره مش بالصوت، ومين اللي قال ان هو ان الكره بالصوت؟ النهارده يعني الحمد لله نادي وادي دجله تفوق تكتيكيا في المباراه، وكان هو الاقرب للفوز مع فارق الامكانيات الكبيره. طيب خليني بس اسالك في الجزئيه، وانت كنت حاضر والكاميرات جايباك اهي وانت موجود يا كابتن سيد، خليني اسالك في الجزئيه اللي اتكلم فيها كابتن مؤمن سليمان عشان ابقى دقيق اكتر. يعني كابتن مؤمن قال انه ميدو تجاوز في حق كابتن مؤمن سليمان وسبه بوالدته، وده ما نرضاهوش، واعتقد حضرتك كمان ما ترضاهوش بده، هل ده حصل؟ لا طبعا، بس انا طبعا يعني انا بعترض شكلا الموضوع على الكلام ده، الكلام ده ما حصلش. وانا كنت بالك طيب، دي شهاده، دي شهاده هتتسال عليها يوم القيامه. طبعا بالك طبعا ما حصلش ان هو، لان اولا انا اول واحد دخلت المنطقه الفنيه يمكن قبل كابتن ميدو، والقصه كلها ان كانت هناك جدال وزعيق بشكل كبير جدا جدا جدا، وكان حديث كابتن ميدو الموجه ليه ان هو بدل ما تتكلم معايا روح اتكلم مع لعيبتك، وكان في شخص تاني انا ما اعرفش هل هو من الجهاز ولا هو من بره، هو اللي سب يعني صدر منه سباب في اتجاه الجهاز بتاعنا بتاع وادي دجله، بس انا مش متذكر هو الشخص ده هو مين يعني. لكن خليني اقول ان الحوار اللي دار من كابتن مؤمن دخل في مناطق فرعيه وفي مناطق بعيده عن القصه، هو بينتقدني وانا في الزمالك. يعني كابتن مؤمن انت واضح ان انت متربص، يعني انت الراجل ان هو النهارده اهو حاطط جواك ان هو بينتقدك من لما انت خالص. هو بيقول هو بس كلامه بدقه برضو، عشان انا كمان انا اللي كنت بدير الحوار معاه، كلامه كان بدقه شديده. هو الراجل بيتكلم على انه كابتن احمد حسام ميدو لما كان بينتقده هو ما كانش بيتكلم، يعني قال ما عنديش مشكله لما كان بيهاجمني. ما هو ما انتقدوش يا استاذ ابراهيم، لا لا يا كابتن سيد، ما هو احنا بننتقدكم، ما هو احنا بننتقدكم انتوا كمان، ما دي شغلانتنا. أيوة يعني وميدو ليس عليه حرج انه ينتقد الكابتن مؤمن سليمان لانه موجود في استوديو تحليل، ولو موجود الكابتن مؤمن سليمان وبيحلل المباراه اللي فيها وادي دجله وبيديرها كابتن احمد حسام ميدو وعمل حاجه او ادار اللقاء بشكل، هينتقد، وما ده طبيعي، هي كره القدم فيها كده. هو الراجل كان شايف عنده طبيعي ان انا افضل فاكرها بس يا استاذ ابراهيم، يعني ان انا تمر الايام دي كلها. طب انت النهارده لو الراجل ده بينتقدك، طب النهارده وما كنتش سلمت عليه؟ يعني النهارده لو انت شايف ان انت جواك حاجه في اتجاه هذا الرجل، خلاص ما كنتش سلمت عليه، واخد بالك؟ لك الراجل جالك وسلم عليك، وجي قبل المباراه وسلم على كل الجهاز. يعني الموضوع يا كابتن مؤمن حضرتك جواك امور نفسيه مش حقيقه. كابتن ميدو مع احترامي لحضرتك ولتاريخك في نادي الزمالك، وبعدين حضرتك بتقول ايه اوروبا دي؟ يعني حضرتك النهارده ما تزيدش على ان كابتن احمد حسام ميدو راجل لعب في اكبر الانديه الاوروبيه، ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش كلام. انا حتى كمان ما رضيتش اطول، لان واضح انه الموضوع واخد ابعاد شويه، انه في عصبيه وفي شده. على كل بقى اتمنى لو انه الموضوع ده ينتهي، انا حق الرد لازم احفظه للجانب الاخر، وبالتالي كنت حضرتك موجود معانا، ده اللي احنا اتعلمناه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد متولي المدير الاداري لوادي دجله.